خلينا نروح الاسكندريه. معايا سياده اللواء ناصر العبد مدير مباحث الاسكندريه. مساء الخير يا سياده اللواء. مساء الخير يا كابتن احمد. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يخليك. هل بالفعل اعطى امن الاسكندريه موافقه على احتضان مباراه الاهلي وانج افريكانز في ملعب المكسب يا فندم؟ حتى الان تحت الدراسه لم يبت فيها حتى الان. احنا عندنا جواب جاي من اتحاد الكوره. بإقامة المباراة على أي من الاستادات الثلاثة سواء برج العرب أو استاد اسكندرية أو استاد النكس. احنا حاليا بنعكف لدراسة هذا الاقتراح ولم يبت فيه ولم يتم الموافقة عدم الموافقة حتى الآن، إلا إن احنا بندرس وإن شاء الله لو فيه خير ربنا هيقدمه بإذن الله يا كابتن بإذن الله. سيادة اللواء، المباراة خلال أيام والفريق التنزاني هيصل القاهرة يا النهاردة يا بكرة الصبح على أكتر تقدير، وبالتأكيد هيروح المكان اللي هيلعب فيه سواء كان في اسكندرية في أسوان في الجونة. امتى هتدوا القرار؟ وقول لي بمنتهى الأمانة، يعني هل المسؤولين في الوزارة هنا طلبوا منكم إقامة المباراة ولا تركوا الحرية كاملة لكم يا فندم؟ لا، هو طبعا المسؤول في نفسه تركين الحرية لنا، لأن احنا اللي بندرس واحنا اللي شايفين الوضع هنا ازاي، وخاصة انت عارف حتى كابتن احمد الظروف اللي حصلت في الفترة السابقة وخاصة من جماهير الأهلي في الاستاد وجماهير الزمالك في المباراة الأخيرة. احنا برضو احنا هنا في اسكندرية طبعا ظروفنا برضو اللي احنا موجودين فيها الحمد لله. احنا يعني ظروفنا في الأمنية هنا في اسكندرية كويسة والحمد لله ماشيين كويس. فمش عايزين ان احنا يكون في صدام بيننا وبين جمهور سواء الأهلي والزمالك. يعني كفاية صدامنا مع العناصر الإرهابية. كان الله في عونكم. كان انت هيبقى كمان مش عايزين نخسر حد او حد يزعل مننا. ده صحيح. خلي بال حضرتك ان احنا هنا بتربطنا علاقة كويسة جدا ما بين الجمهورين الاهلي والزمالك والاتحاد طبعا. علاقة طيبة جدا. وجمهور الاهلي والزمالك هنا يعني انا يمكن في تواصل بيننا وبينهم، ويمكن تكلموني النهارده سالوني نفس السؤال. قلت لهم احنا كله تحت الدراسه. لان هو جاي حتى الخطاب ان هو هيتم بدون جمهور. فبندرس وان شاء الله اللي فيه الخير ربنا هيقدمه. الوزاره مهتمه طبعا واكيد كله مهتم ان تقام المباراه طبعا. لان ده مباراه تعتبر بفشنا كلنا في وش مصر. فان شاء الله اللي فيه الخير باذن الله هنقدمه، وان شاء الله في اقرب وقت هيعلن بعد الدراسه. احنا موجودين حاليا وبندرس وان شاء الله النهارده هيبان الموقف النهائي، وان شاء الله يبقى الموقف خير لو في خير باذن الله. يعني بس من كلام حضرتك انكم عايزين تتجنبوا المواجهات، عارفين انه في مجموعه ريد ديفلز كبيره في اسكندريه اهلاويه، وهي مجموعه ليست بالسهله يعني، وبالتالي واضح ان انتوا حاطين ده في الاعتبار، لانه كمان انتوا بيبقى يوم الجمعه عندكم دمه تقيل شويه، خاصه عند السيوف وعند المناطق الشعبيه دي شويه بيبقى عندكم يعني بعض الناس ان كانت الحمد لله بقت بنسبه 1 على مليون من المية من اللي كان بيحصل زمان، لكن واضح انه عندكم بعض من القلق، وده قلق مشروع يا سياده اللواء. والله هو بس يعني بضيف لسعادتك حاجه، ان الحمد لله هذا القلق في اسكندريه لا يخيف، لان احنا متمكنين هنا في وضعنا الامني تماما. التواجد الامني اللي موجود والاقوال اللي احنا عاملينها الحمد لله مسيطرين تماما على الاوضاع الامنيه في اسكندريه، وخاصه ضد هذه الجماعه الارهابيه. لكن بالنسبه زي ما حضرتك بتقول بالنسبه في فعلا جماهير الاهلي كتير هنا. بس الحمد لله جماهير الاهلي اللي هنا معلش يعني بتختلف عن بتوع القاهره شويه، بتوع القاهره عصبيين شويه او يعني حامقين شويه. لكن هنا الحمد لله احنا بتربطنا علاقه كويسه جدا بالارض في الاهلاوي اللي موجود في اسكندريه، وهم متواصلين معانا بصفه مستمره كويس. وهو والناس بتاع جماهير الزمالك ايضا زائد طبعا جماهير الحبيبه اللي كلنا بنعشقها هنا جماهير الاتحاد. فالحمد لله احنا مفيش يعني مفيش بيننا وبين الجماهير هنا اي تصادمات. يمكن الدراسه دي دلوقتي اللي احنا مش عايزين نصطدم وعايزين نصالح للبلد في نفس الوقت. فاهتمامنا واهتمام السيد الوزير واهتمام السيد مدير الامن هنا اللي احنا برضو مش عايزين نخسر حد او حد يزعل مننا. لكن عشان كده الدراسه هتبقى بتأني، لان لسه الحمد لله النهارده احنا كنا موجودين وان شاء الله باذن الله سيعلن القرار النهائي بعد الدراسه ما تنتهي تماما، لان دي في جهات معنيه، في امن مركزي، في امن وطني، في امن عام، كله مشترك معانا في هذا هذه الدراسه، في حمايه مدنيه، كل الجهات المعنيه في المديريه بقت تعكف حاليا لدراسه الجواب اللي جانا من اتحاد الكوره. وان شاء الله باذن الله اللي فيه الخير ربنا هيقدمه باذن الله. طب طمعنا شويه يا فندم، نسبه الموافقه الى الرفض كام في الميه يا فندم؟ معلش
والله احطها انت يا كابتن، انا واثق لا ما انا حسيتها اصلا، انا حسيتها وفهمتها بس مش عايز اقولها يعني حسيتها حسيتها وفهمتها بس مش عايز اقولها. انا مش عايز اقول لا او نقول يعني سيبها ان شاء الله، لو ان شاء الله باذن الله بقول لحضرتك اللي فيه الخير ربنا هيقدمه ان شاء الله. احنا بنسعى كلنا لصالح مصر، احنا كلنا النهارده يمكن الحمد لله كلنا مبسوطين ان السيد رئيس الوزراء النهارده بيروح بنفسه للمواقع وبيقابل الناس. نعم. وعايز بيدعم كل شيء وبيدعو ان كله يتكاتف وكله يصبر. عايزين ننتج عشان نجيب فلوس، ودي احلى كلمه قالها. وفعلا لازم ننتج عشان نجيب فلوس. فاحنا في نفس الوقت ما احنا برضو عايزين ناخد الثقه وعايزين ندي الثقه، ونفسنا جمهور الاهلي اللي زعلان من شورت سوري زعلان ليه، ولا جمهور الزمالك. احنا بنمد ايدينا وبنحميكم، عايزين يعني عايزين الاستادات تتملى زي الاول، ونشوف سعادتك زي الاول يا كابتن شوبير. انت تعلم كنت بتيجي سيد اسكندريه طبعا، بنبقى مبسوطين جدا بتواجدك وتواجد اي مذيع او احنا بنفرح بيك والله يا نصر بيه، بتعملوا شغل محترم. نفسنا سيد اسكندريه يتملى تاني، وسيد برج العرب يتملى، ونفرح زي الاول ونحط ايدينا. لا لا احنا عمرنا ما كنا بنعادي حد ولا حد بيعادينا، ده صحيح. بالعكس ده احنا بنأمن كل مشجع سلبي عنده روح رياضيه اللي احنا كلنا بنعرفها في مصر. ولا في تجاوزات يعني. تجاوزات فرديه موجوده في كل مجال، تجاوزات فرديه نعم. ما بتسترقاش لان هي تكون صحيح. جماعيه صحيح. لكن هي يمكن من العصبيه شويه اللي واخده بعض الجماهير اليومين دول. نتمنى انها تضيع، ونتمنى زي ما اقول لحضرتك والله انا من كل قلبي، وانت تعلم ان انا احب الكوره جدا، فعلا نتمنى اي مباراه تقام بجمهور ويبقى الناس كلها موجوده. بس الجمهور اللي رافض يعني قالوا لما اول الدور هينتهي لو الامور تمام ثاني دور ان شاء الله بالجمهور. جت طبعا حصلت الاحداث الاخيره اللي زعلت الناس كلها وزعلتنا احنا. ده صحيح. احنا ليه نتشتم ولا ليه نتحدث ولا ليه نتسبب بهذا الاسلوب ليه؟ طب انا رايح، انت رايح تنبسط ورايح تشجع، وانا رايح احميك وامنك، تشتمني ليه؟ هي دي بس صحيح. الحاجه اللي هي بتزعلنا لكن ان شاء الله انا يعني عندي امل كبير ان الـ 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 الايام اللي جايه هتكون خير، ويكون الناس اللي هي الشباب الواعي ده عرف انه مخطئ في حقنا ويرجع لثوابه عشان نشجعه ونخليه يحضر المباراه واحنا اول ناس نشجعهم معاهم كده. سيادة اللواء ناصر العبد مدير مباحث اسكندريه، اشكرك شكرا جزيلا.